بنوصل لأول محطة من واتس أون إم تي في وتذكير سريع ببعض البرامج اللي عم تنعرض حاليا بشهر رمضان الكريم على شاشة الإم تي في. وللبسمة أكيد حصتها بعودة كميل أسمر لبرنامج المقالب عيشوا كور غيرة، مقالب مهضومة كتير عم نحضرها من التنين للأحد على الساعة 6 المساء على شاشة الإم تي في. خلينا نشوف. انا خوطه ها انت خوطه بعد شوي انا يا حبيبي يا حبيبي ما تفكر هيك القصه بحكي اعطيك شويه دولارات صارفين بلبنان ما شيء ولا شفت حدا ولا بعرف حدا مينك انت اصلا هول الامور ما بيمشوا ليك ليك الله معك الله شو الله معك انت ما عارف مين عم تحكي بعرف ولا ما بعرف الله معك يلا بتطير انت والمحل ها انا عم بقول روح اعمل بدك اياه يلا الله معك وين المصريات انت مصريات مين وانت مين وعن شو عم تحكي يلا طب خلص هلا شوف 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 في ماكي مرق لنا اياهم انا بعطيك اياهم ما معي شيء تفضل اطلع احلى مجرسك هلا قدام العالم كله ليك ها ما تجنني الدقله بهيج بقول له هالحكي دقله مين ما بدك الله معك يلا بليز اعمل معروف احلى مجرسك شو بقى معك اعطيني اعمله معروف ما معي شيء يلا الله معك يلا ما تخليني ليك ما تجنني انا ها عم لحد هلا رايقه معك منيح لك بدنا المصريات المصريات مصريات شو يا عمي ما تجنني تخلي يطلع صوتي هلا قد ايش الرف تعطيني صحتين على قلبك بس اعطيني بهيج بهيج بجن انا عم بقول يا عمي مين بهيج مينك انت ليك ليك شو هلا وين تعرفك مينك انت احلى ما هلا جارتك ولم العالم عليك كلها انا عم بقول شو صار ما تقول لي ما تقول لي ولا تعد لي يلا بليز عرفني مين انت ما تقول لي بهيج جاي من قبل بهيج وبقول لك الغراض وين سامسونات مالين دولارات جيت تتصرف فيها ما بهيج ولا غيره وين دولارات دولارات شو يا عمي عشان شو عم تحكي انت بدك تبليني بمصيبه يعني ما بعرفك جي. اصلا انا ولا بعرف بهيج ولا بعرف حدا يا انت صوتك هلا اذا شو سمعت انت اللي عم بتخليني اعلي صوتي انا بدي لم عليك العالم مننتقل للدراما ولمسلسل يا ريت يلي عم ياخذ طبعا المراتب الاولى بنسبه المشاهده ويلي عم ينعرض يوميا على الساعه 9:30 المساء يا ريت مسلسل قصة حب وايضا بيعالج حالات اجتماعيه من بطوله ماكسيم خليل ماجي بغصن قيس الشيخ نجيب عمر الكيك منى واصف وسام حنا وغيرهم هالمسلسل قصه وسيناريو لكلوديا مارشليون واخراج فيليب اسمر خلينا نشوف لا 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 يلا مشي أما هلأ فرح ناخد وقفة سريعة أو رح نروح على أوروسكوب لنشوف حظنا لليوم